مفاجأة مستحقة للنجم الأحمر، لأنه هو المسيطر، هو المستحوذ، هو اللي لا أعلى رغبة. الفريق مش هو وصيف بطل أوروبا هذا المستوى الهزيل بالنسبة لكلوب وليفربول. هنا الكرات الثابتة اللي دايما معاناة في الفريق الموسم الماضي كانت تحسنت هذا الموسم. إن النهاردة الرقابة بدون رقابة موجود طالع لوحده جاي من عملية حركة، طبعا صعب على عملية المدافعين إنه يراقبوه، ارتقاء أكتر من ممتاز وصعب على أليسون. مثل هذه الكرات الثابتة لازم يبقى فيه رقابه اشد عليها وفي تركيز اكتر على اللاعبين الاطوال. ولماذا روبرتسون معاه؟ هو طبعا ودي اشكاليه حتيجي بقول لك، هو بيلعب بعض الاحيان على الزون يخلي فان دايك وماتب حرين في منطقه الجزاء، عمليه ان هم يطلعوا على الكرات العاليه، انما فيش رقابه على بافكو المهاجم الخطير وارتقاء ممتاز. الهدف الثاني طبعا الاخطاء الموجوده في وسط الملعب، ومشكله عند ليفربول في وسط الملعب دايما اللاعب رقم 6. اللاعب رقم 6 عندهم مشكله، سواء هندرسون للاصابه اللي بيلعب كمان فابينيو او فينالدو. الهدف الثاني اخطاء في التمرير في وسط الملعب، المفروض من فينالدو خلاص الكره معاك، هنا في خطا في عمليه الباص الاكشن، هنا فينالدو اعمل خطا تكتيكي عطل اللعب، انما سابه تسديده بدون ضغط، طبعا بدون ضغط واخطاء واعتقادي ممكن سريعه وممكن يسال عنها عاليه، الكرات الطويله المواجهات الثنائيه العمل البدني الكبير، وده اسلوب قديم، ده اسلوب القرن التاسع عشر اللي هو زي الكره الانجليزيه القديمه، كور طويله طبعا. ده مش اسلوب ليفربول، اولا ازاي تبدا من الخلف تبني من وسط الملعب، تعتمد على الاستحواذ، تعتمد على الضغط الكبير. فاعتقادي انه اداء سيء للفريق، ممكن يعود الفريق وعنده فيرمينو جوميز طبعا تغييرات متوقعه. هشام اولا هو نزل زي ما قلت ماتب مكان جوميز، هو جوميز كان ماشي كويس جدا مع فان دايك ومنظومه دفاعيه ممتازه، النهارده ريحته ونزلت ماتب عشان ممكن الكرات الطويله. النهارده احد عيوب ليفربول الدفاعيه